الاسم ديالك؟ الاسم ريكوان محمد، السن 36 سنة، أب لطفلين. عاود لينا شنو وقع لك محمد؟ يعني كيفاش هاد الناس تعداو عليك؟ هاد الناس أخويا كانت عمرات المطمورة، وفاش عمرات المطمورة مشيت ديكلاريت مول الدار، قلت ليه راه المطمورة عمرات، وكانت كنا حنا وهذوك الجيران يعني مشروكين في هذيك المطمورة. فاش عمرات ومشاو عندهم مولين الدار بدات تتعير. المهم النهار الاخر الخميس 20 في الشهر جيت انا للسوق في العشيه، لقي فاش مشيت للدار لقيتهم معدي ليا على مرتي. باش ضربوها؟ ضربوها بالحجر، يعني البنت شدات المراه ديالي شداتها الوات ليها يديها، والام ديالها تضرب فيها بالحجر. راه كاين الصور، كاين السرتافيكا فيها 17 يوم، ودرنا الشكايه ديالهم. هذاك النهار جا عندي ولدها تعدى، بدا تيهدد فيا، قال لي الا مشيتي دعيتي راه غني يتمك على ولادك. النهار 24 في الشهر ضربوني. باش ضربوك؟ عاود لينا باش ضربوك. تعدوا عليا بالزراوط، الابن والام ديالو. كنت خارج من الدار وتعداو عليا، مع ديك الخرجه اللي خرجت من الدار تعداو عليا. يعني تلقاوك بالزراوط؟ تلقاو لي بالزراوط، ضربوني بالزراوط، ضربوني بالزراوط اسيدي. فاش تتهرسوا، يعني راه كلشي واضح في التصاور، يعني تهرسوا عليا الزراوط فاش ما لقاو ما يديروا. شحال هاد الناس اللي تعداو عليك تقريبا؟ هاد الناس اللي تعداو عليا جوج، الام والابن ديالها الاكبر. الوليه الايد ديالي وقاودني مع الام ديالو، وهي ضربني بواحد الحجره فتحات لي الجبهه ديالي، غيبت طحت غيبت ما عقدتش على راسي، وحاليا باقي عليا التاثير ديال هذيك الضربه، يعني باقي الان تتشدني الدوخه. كاين شي اعتداء بالسلاح الابيض؟ السلاح الابيض غادي يوقع نهار 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 31، المهم باثنين كان عندنا التقديم حنا انا والام ديالو والاخ ديالو. غادي خارج للمحكمة مع الصباح مع 7:30، أنا ومرتي والإبنة ديالي. سبقوني من الدار خرجوا، هذيك السدة اللي غادي نسد أنا الباب ضربني. قرب الميكرو. غدرني من اللور، ضربني بالموس. جنوي. ضربني بالجنوي من ظهري، فتح لي ظهري، ودار لي 7 غرزات في الراس، في الراس ديالي، والأصبع تا هو طارت منه لحمة. الطرف ديال اللحم طارت منه، يعني كنت تنكالي باش كنت تنكالي على راسي. كان بغى يخسر لي وجهي، هو كان معول بغى يخسر لي وجهي، يعني الجاكيطه هزات عليا الدق ديال الموس، هزات عليا الدق ديال الموس، وليت تندير انا بحال هكا مكالي، والابنه ديالي تتغوت حتى من الابنه، يعني شافت قدام بنتك. قدام الابنه ديالي اللي تتبلغ من العمر 5 سنوات. شافت هذاك الشيء كامل، والدريه مريضه ليا حاليا مريضه، يعني ما بقيت عارف ما ندير، واش نتبع انا المشاكل ديالي ولا نتبع الابنه ديالي نمشي ندير شي طبيب. ما بقيتش عارف اشنو ندير، حقي ضاع، حقي ضاع. طحت سخفت، شدوني. المهم طحت سخفت، هز جاو الدارك هزوني في لابيلانس، ما عقلت على راسي حتى المستعجلات. يعني خيطوا لي وجيت مشيت دفعت شكايه للمحكمه. من بعد الشكايه صافي بقات، جيت ثاني درت شكايه هنايا عند الدارك، الدارك اي تعميره. هاد الخميس هذاك السيد اللي ضربني بالموس كان قام شي اعتداء هو واحد الشخص، وهذاك الشخص ضربوا الراس. فاش ضربوا مشاو لعند مشاو للبريغاد، لقاو الشكايه ديالي، قدموهم. فاش قدموهم عيطوا عليا انايا الدارك نهار الجمعه، قال لي نهار غدا السبت باش غادي تحضر انت وهذاك السيد اللي شاكي به. فعلا مشيت حضرنا عند سعاده الوكيل. فاش حضرنا يعني جبت انايا التصاور كاملين، يعني الاعتداء اللي تعداو على الزوجه ديالي، والاعتداء الاول اللي ضربوني بالزراوط، تحاموا عليا بالزراوط والحجر، والاعتداء الثاني بالسلاح الابيض، يعني راه كلشي تيشوفوا فيه.
واش كثر دابا سيدي؟ انا تنطالب سيدي الناس المسؤولين والدرك ديال الاي تعمير الله يجازيهم بخير، راني ضيع، راني ضعت. الناس ما تشدوش؟ هاد الناس باقيين مطلوقين، واحد هاد الاخر اللي ضربني. واخا هادشي كامل يعني راه هما كانوا تهدوني، هما انا تسمع ان في التهديد بالقتل، هما كانوا بغا يقتلوني كامل هادشي بسبب هذيك المطموره. بسبب هذيك المطموره حكين باش نخويو من هذيك الدار. فاش سولنا قالوا لنا الناس هذوك الناس راه ديما المشاكل مع الكري اللي جا تيكري تما تيجرو عليه باش تيبقاو هما مستغلين هذيك الدار من الضوء والماء والمطموره. وانا تنطالب من الجهه المسؤوله والناس المسؤولين والدرك الملكي ياخذوا لي حقي. هاد الناس راني بنادم، راني انسان، راه ماشي دبانه، ماشي دبانه سيدي. كانوا غيتموني على ولادي، هو قالها لي بالفم ديالو، قال لي غنيتمك على ولادك الا مشيتي دعيتي. وراه فعلا مشيت دعيت، وراه تعدوا عليا، وكما هربت انايا تنهرب عند الناس راه كون قتلوني. هاد السيد هذا راه كون ما هربتش انا عند الناس دخلت للدار ديالهم راه كون قتلني. يعني هذاك الضرب راه شي انسان ماشي يعني بحال واكل القرقوبي والله اعلم، حتى الهضره ما تيهضرش. يعني ولينا خايفين، لا انا لا الزوجه ديالي الابنه ديالي ولينا خايفين عليها، انا نحطها عند شي مربيه ولا شي حاجه. حاليا انا مريح يعني شهر ونص وانا مريح انا في الدار، ما بقيت خدام لان الراس ديالي تيضرني، بقى الدوخه تتشدني، حاليا بقى الدوخه تتشدني بسبب هذا الضرب، هذا الاعتداء اللي تعدوا عليا هاد الناس هادو. يعني حتى السكانير راه باقي ما خرجتوش، ما عنديش باش نخرجو. يعني راه واحد الحاله راه الله لي عالم، الله لي عالم، والله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. هاد الناس تعدوا عليا، تعدوا عليا وتعدوا على مرتي، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي تنطلب. قول الرقم ديالك اللي بغيت تسال معاك. الرقم ديالي 06 17 93 15 59. 06 17 93 15 59. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.